سلخير عليكم مع رب اليوتيوب. على بالكم أنا ما عنديش 140 عام ولا قرن وزمارة ولا حاجة كي معاك، بس صح من كنت صغير نعقل عليها مليح. من كنت صغير كانت الجزائر العيشة فيها مليحة، كانت رجال والنساء تخرج في احترام، كان العالم كامل محترمنا. باسبور الجيريان كان كيما باسبور المان، تقدر تروح به وما تبغي، لا فيزا لا والو، ما كان فيها لا بوطي لا ميزيرية لا روح لامباساد لا والو. ما كانش كاين الحديد في التواقي ما كانش يوم الحديد، هذاك الحديد اللي يصدى في الجزائر ما كانش كاين، خينا ما كانش كاينه كاع ولا قليله، راك فاهم. نعقل ملي كنت صغير خطره وحده بقى سميتو تاع مام بالكون جوجة ضرميه، باش نقول لك كي بلاد كانت نقيه هي ضربة وحده دعوه تخسرت. علاه دعوه تخسرت؟ لا خاطرش حنا بغينا على رواحنا، حنا بغينا والله ما بينا تحت، ما بينا لا دي زيترونجي ولا بينا دولة ولا بينا حنا بغينا نعطو بلادنا هذا مكان. حنا بلادنا كان عادها جديد، كانت مستقلة دبي 20 سنة ولا فاهم، نهضر لكم لفان دي زاني 70 ديبي 80. وقررنا دينا قرار، مجتمع دا قرار باش البلاد يعطيها كيما راه هاكو، استعملوها لابوغاتوار ولا استعملوها كيما دابا. عطاها لمن؟ عطاها اللوبي اسلاميست. هذاك اللوبي اسلاميست فيه دخله فيه السعوديه، هما اللي يجيبوا داك الدين تاع القتل والذبح والارهاب وكل شيء، هذوك هما دارين العنف، هما اللي جابوه لنا. ودخله فيها من الجهه الاخرى دخله فيها لي زاجونس تاع 3 تاع الامريكان. علاه؟ خاطرش غير بدا الدين الجديد هذا الغدوة بدا قال لك راهم يروحوا لافغانستان، راهم يجاهدوا في افغانستان. ما يجاهدوا في افغانستان، يروح يجاهدوا على خاطر الامريكان. هذا مكان الامريكان خاصها ولينا يستعملوا لك ريزرفوار كام، ريزرفوار تاع فيران صافي. مين يسحقوا نروحوا في كاش بلاصه الامريكان، راه مسحقنا يروحوا يموتوا هكا. فوالا روح موت، وراحوا عيطه بلايص ماشي غير في هل يا مات تنعشعرنا مع واحد بني آدم على خطر الفرق بين الحايك والحجاب. خاطرش قلت لهم بلي الحجاب الأول اللي شفته في الجزائر كان عندي قيلة 6 سنين ولا حاجة هكا ولا 7 سنين، قبل ما كانش كاين إطلاقا. والنساء الأولين اللي داروه شعال تعايروا في الجزائر، خاطرش علاه؟ ما داخل لف لا في ديننا لا ثقافتنا في الجزائر الأول، خاطينا كاع هاد الحاجة، حاجة جديدة جبدوها لنا سيادنا على بالك، اللي بعنا بلادنا ولاو يجيبونا صوالح من برا، وهي على غير ماركور باش يشوفوا فيزويلمون وين لاحقين في لوندوكترينمون، كي يمشوا في الطريق يعرفوا النيفو تاع الخدمة تاعهم وين راه واصل. هذا ما كان. أيا قلت لكم هذا اللي قال لي بزاف شي واحد لازوش، قال لك الحايك جاي الحجاب جاي من الحايك. كلين دريت شويه خاطرش فهمت بلي لا باتارديزاسيون، خاطرش على بالك حنايا من جابونا داك الزبل من بعنا بلادنا وصل بهم الواقع. حتى قال لك ربي ما يبغيش وهم يعرفوا ربي كثير تيهضروا معاه، حنا نسمعوا قال لك ربي ما يبغيش اللي من واحد يموت يبنوا قبره خلوا هكا كلي كلب مات. فاهم علاه؟ الاصل فيها شتي الاصل الحكمه، هي حكمة ماشي غير باطل. ما يهضروا هكا الحكمة سي قطعونا حنا مع لي جينيراسيون اللي فاتوا مع جدودنا، باش ما عرفتش العربية كي تسمى بصح بالفرونسيسا تسمى باتارديزاسيون، باش تولي باطار كل باطار ما عندك والو، مقطوع من الشجرة والو، راسك خاوي وما يعمرولك، وما يجيبولك لا الزبل بالكارو يعمرولك في راسك. قطعونا كل شيء، قطعونا غنى مشي مليح علاه ثقافة، تروح الولية مشي مليح على ثقافة، الزاويات مشي مليح ثقافة تاعنا. قال لي لفرنسا ما درتش وما يديروا على باش يدخلونا في لسانا الزبل تاعهم، ويزون رويسي زعما مع الملايين تاع لي زاجيري يزون رويسي زعما ماشي مشكل. دروك خلينا ديك الهضرة تاع الناس تشوف عند الامم تسب لي لاربوس A380 جام لاربوس A340 ولا تشوف البوينغ 787 جام البوينغ 777 الناس تطور. حنايا شطور نقول لك بلي
حجاب جاي من حايك، وهي برك باتارديزاسيون. الحجاب والحايك ما عندهم حتى حاجه كيف كيف. نعطيكم امثله اختلافات فوندامونتال. عمرك ما تشوف اون جامين بزه تاع 5 سنين دايره كسا، ما كانتش كاينه دايره حايك، سي با بوسيبل. ما كاينش حاجه صغير تاع الدراري، واحده زوج ما كاتش كاين، مره تروح لليسي ولا تروح للجامعه ولا تروح للبيرو بالكسا، ما كاينش كاين، سي با بوسيبل. النساء اللي كانوا يخدموا لي غار اللي كانوا يحلوا الخدمه بالحايك، اي اون جينيرال سيتي تسيق في ليكول ولا حاجه كيما هكا، حايك شدات هكا كي تخدم، فاهم؟ تمين توصل تقلعه طبقه وها تخدم، فاهم؟ جيب لك دي ديفيرونس. مثلا الحايك ما كانش تلبس 24 سو 24. كاين مرا اللي كانت تروح للمارشي الصباح، ما بغيتش انا نتخلط مع العروبيه واش بقى يشوف فيا، ندير كسا حشيه من تجي خارجه رايحه الخدمه ولا القرايه ولا تخرج بلا الكسا. ما كانتش كاينه اي دوله في العالم اللي الكسا كان مفروض فيها بالقانون، راك فاهم؟ نزيدك كان عندنا كل ريجيون في الجزائر الكسا عندها الموتيف تاعها سبيسيال، وزيد 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 وزيد. بصح الى فالو كي يباتارديزونا تاع الصح باش نولوا نحسبوا باللي الزبل والخوا اللي جابوه لنا هو كان في وكان ديجا في تقاليد تاعنا، ما قول راك فاهم. سي حنا بغينا على رواحنا، على بالك حتى حنا بغى علينا غير حنا كشعب بغينا على رواحنا، لان ها نعطوها لكم هاكو، استعملوا لا سوسيتي تاعنا كيما لابوغاتوار. راكم تشوفوا ميم اللي صاري في سوريا ولا صار في شعال بلايص سيوا فينا حنايا، كل فيران سيوا، كل فيران تاع لابوغاتوار. 150,000 مور ولا ما عادش عالت على زاني 90، سيتي تجربة، سيتي اون اكسبيريونس كي ندير فيها علينا. احنا بغينا على رواحنا برك، فاهمين العفسة؟ سي ما على باليش كاين رجعة فيها، ما على باليش حرقنا كل شيء، حرقنا كل شيء مورانا على بالكم. وانا غي ناكلوا من عند معاه، وما يهضروا وحنا احنا مستعدين ليهم، احنا ناكلوا. سي فما عليش راك تشوف، اللي مات مات، اللي تشرد تشرد. انا رحت، انا صاير رحت، انا غاديش نولي محال، فاهم؟ الايام اللي راحوا محال يرجعوا كيما قلت لك الاخر، فاهم؟ انا بوكس فيني رحت بزاف، راحت بزاف راحت، ولي وكل ما فاهم والو على بالك. كان لي زاد في هذه الحاله عنده 20 طون، يحسب بلي دائما احنا كنا هكا، ما يتوقعش كون يشوف تصاور نوار بلون تاع بكري تاع الجزائر ما يامنش، يحسب روحها مع توين. حتى ولا درك ولادنا يروحوا بالبوطي عند عند الامم، يروحوا يضربوا ايوي. احنا بغينا على روحنا، تحمد راه لنا هذا ما كان تنها بروحنا برك.